وللوقوف عند آخر التطورات الميدانية ينضم إلينا من أم درمان الصحفي في مكتب الحدث في السودان شهدي نادر. شهدي أهلا بك مرة جديدة برفقتنا مع قناة الحدث. يعني بالتوقف عند آخر التطورات الميدانية، كيف يمكن وصف الوضع؟ هل ما زال هناك تحليق للطيران؟ هل ما زال هناك قصف؟ وأين يتركز؟ نعم، جزيرة المعارك والقصف يتركز في الأحياء الجنوبية وكذلك الأحياء الغربية لمدينة الخرطوم. هذه قتيل اشتباكات منذ الساعات الأولى للصباح. كذلك انفتح الجيش وقام بعمليات تمشيط في خرجت من منطقة سلاح المدرعات في منطقة الشجرة جنوب الخرطوم. قوات العمل الخاص قامت بانفتاحها وقامت بعمليات تمشيط وتنفيذ لعمليات نوعية هناك في بعض المناطق. كذلك الأحياء الغربية لمدينة الخرطوم شهدت اشتباكات بأسلحة ثقيلة وتبادل للنيران بشكل كثيف. الطيران الحربي كذلك حلق صباحا في بعض المواقع في وسط العاصمة الخرطوم، حيث زودت هناك أصوات انفجارات وتصاعدت أعمدة. كان الطيران الحربي يقوم بقصف بعض المواقع في أقصى جنوب مدينة أم درمان. كذلك في مدينة الخرطوم بحر استمر القصف المدفعي من قائد السرية العسكرية باتجاه بعض التمركزات صباح هذا اليوم، مع استمرار الهدوء في شمال مدينة أم درمان. وأيضا في وسط مدينة أم درمان وحياها الشرقية هناك عمليات انفتاح، عمليات تمشيط تقوم بها فرق القوات المسلحة في تلك المناطق. هي تحاول أن تتقدم أو تعمل على التقدم في تلك المناطق. في شمال مدينة أم درمان تسود حالة الهدوء الحذر، مع الاستماع في بعض الأحيان إلى أصوات إطلاق النار بشكل متقطع. هذا فيما يلي العمليات العسكرية خلال هذا اليوم حتى هذه اللحظة. نعم، وبالتالي بالرغم من انطلاق قمة دول جوار السودان للبحث في يعني وقف إطلاق النار وعملية سياسية شاملة، يبدو أن الوضع الميداني ما زال متأجج كما تفضلت وذكرت شهدي. يعني ماذا بالنسبة للوضع الإنساني، كيف يمكن وصفه بالمقابل لناحية المياه، ناحية الكهرباء والإنترنت؟ أم أن يعني الخرطوم أصبح شبه يعني العاصمة تحديداً أصبحت شبه خالية من السكان؟ لا، العاصمة يتواجد بها سكان. هي نعم قد شهدت حالات النزوح في الأيام الأولى لهذه الحرب. نسب النزوح كما تعلمين هي تتفاوت ما بين منطقة وأخرى. اليوم عاودت أزمة المياه إلى بعض أحياء مدينة أم درمان. بدأ السكان يذهبون إلى مناطق بعيدة لاستجلاب المياه. هناك ما تزال مشكلات تواجه التيار الكهربائي. أيضا هناك إشكالات في المياه سواء في مدينة الخرطوم أو في مدينة بحري. يوم أمس جزيل كانت وزارة الصحة قد أعلنت عن قائمة بأسماء المستشفيات أو المستشفيات التي تعمل في ولاية الخرطوم. هذه المستشفيات 4 فقط في مدينة الخرطوم، 7 في مدينة بحري و10 في مدينة أم درمان. مدينة الخرطوم كما نعلم هي تمثل مركز الثقل الطبي والصحي. بها تتمركز المستشفيات الكبرى والتخصصية وكذلك المراكز الطبية الحيوية. غرفة طوارئ جنوب الحزام أشارت إلى أن مستشفى بشاير هو واحد من 4 مستشفيات التي تواصل عملها في مدينة الخرطوم. قد استقبلت منذ الأول من مايو وحتى 9 من يوليو أو باشرت 700 حالة إصابة بالرصاص. أيضا ما يقارب 500 حالة إصابة بشظايا قذائف وغيرها. أكثر من 400 حالة طعن وكذلك اشتداء. باشرت أكثر من 700 مريض أو مرضى أمراض مزمنة استقبلتهم. هذا المستشفى هو مستشفى يقع في أقاصي جنوب مدينة الخرطوم. هذه أرقام كبيرة، أكثر من 100 حالة وفاة أيضا استقبلتها المستشفى خلال هذه الفترة. هذه الأرقام تشير إلى حجم الضغط الواقع على هذه المستشفيات، على كاهل هذه المستشفيات. بالطبع نعم شهدي. نعم نعم.
لذلك يعني تبدو محطات هاي الخدمة، كذلك بعض محطات الكهرباء التي تضررت، وهي أيضا أثرت على خدمات الاتصالات والإنترنت، ما ألقى هو هذه ألقت بظلال سالبة جدا على تطبيقات الدفع الإلكتروني التي باتت هي السبيل لعمليات الشراء والحصول الناس على حاجياتهم والقيام بعمليات الشراء من الأسواق الطرفية والمحال التجارية في ظل عدم أو توقف البنوك ما بعد نهبها وخروج سالبية أو كل البنوك في ولاية الخرطوم عن الخدمة. أصبح التداول النقدي للأموال ضئيل إلى حد بعيد، 3 أشهر لم يتقاضى الناس رواتبهم ثم المدخرات في حساباتهم البنكية. هذه أيضا تواجه صعوبات في الوصول إليها والحصول عليها، بقي التيسير حياتهم والحصول على مستلزماتهم جسر. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير، لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.